السلام عليكم متابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة أسبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة أرباح من الإنترنت إلى كيفية جني من 20 إلى 30 دولار يوميا. طبعا هناك كثير من الأشخاص قالوا لي تطرق إلى كيفية جذب نقرات شرعية إلى الروابط المختصرة الخاصة بنا. طبعا في هذا الفيديو سأعطيكم اثنين من المواقع التي تمكنك من أن تتحصل على نقرات شرعية. هذه المواقع اشتغل فيها الكثير من الأشخاص وهو موقع فرنسي وموقع إسباني. المواقع تشتغل فيها عن طريق تجميع النقاط، لذلك ستقوم بالدخول إلى المواقع وإنشاء حساب، ثم تقوم بتبادل الزيارات بالنقر على تلك الروابط. الطريقة سهلة جدا، لذلك استفيدوا منها. طبعا أنت وأنا بعد اختصار الروابط الخاص بك تقوم بالتوجه إلى الموقع الثاني وتقوم باختصار الروابط الخاصة بك وتقوم بوضعها في مواقع تبادل الزيارات. طبعا بعد تجميع النقاط تقوم بتبادل الزيارات وهكذا تحصل الأرباح. إذا يمكنك استعمال أي موقع من مواقع اختصار الروابط، فطريقة سهلة جدا كما رأيتم. سنقوم فقط بتبادل الزيارات عن طريق الروابط التي سنقوم باختصارها. إذا هذا هو كل ما في الأمر أصدقائي الكرام، فيديو جميل جدا، ولأن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن نترككم مع الفصل التالي. إذا في البداية متابعينا الكرام سألخص لكم الطريقة. أنت هنا ستقوم بالتوجه إلى هذا الموقع الجديد لاختصار الروابط. هذا الموقع يمكنك من أن تتحصل على أرباح خيالية للدول العربية. بالنسبة لطريقة جلب الزيارات لتلك النقرات، طبعا سنقوم بالاعتماد على اثنين من المواقع الرائعة، موقع فرنسي وموقع إسباني. هذه المواقع تمكنك من أن تقوم بالتحصل على زيارات إلى تلك الروابط الخاصة بك وتقوم بجذب الترافيك. طبعا في هذا الفيديو أنا لن أقوم بشرح الطريقة الثانية التي ستقوم عبرها بإنشاء موقع لاختصار الروابط، لكن هنا سنتقيد فقط بهذه الفكرة البسيطة لكي أسهل لكم الأمر. إذا سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع، ستقوم بالنقر على Pay Out Rates. ستجد كم يقوم هذا الموقع بالدفع إلى الدول العربية. ستجد هنالك يعني المغرب يعني 7 دولار، هنالك المغرب 7 دولار، كذلك تونس يعني 6 دولار هكذا او 7 دولار، يعني تونس هنا 6 دولار كما تشاهدون. هنالك مصر 10 دولار، نقوم بالبحث على مصر. هنالك 10 دولار طبعا للدول العربية، هناك ما تشاهدون مصر 10 دولار، كذلك الامارات 9 دولار، هنالك العراق كذلك ب8 دولار. طبعا موقع جميل جدا. بالنسبة للطريقة الاولى سنقوم بانشاء حساب خاص بنا، تنقل بالنقر على كلمة ماي اكونت. طبعا انا قمت بانشاء حساب خاص بي منذ قبل، طبعا معظمكم يعلمون كيفية طريقة إنشاء الحساب. ستنقر على كلمة ريجستر نيو ممبر، ستقوم هنا بوضع يوزر نيم خاص بك، تقوم بوضع الاسم الخاص بك في هذه الخانة، هنا تقوم بوضع الإيميل، ثم هنا تقوم بوضع كلمة السر الخاصة بك، وهنا تقوم بإعادة إدخال كلمة السر، ثم تقوم بوضع كود الكابتشا وتنقر على كلمة سبمايت، سيقوم بإنشاء حساب خاص بك. طبعا بعد النقر على حساب خاص بك وإنشائه، ستقوم هنا بالتوجه إلى ماي أكاونت. ستقوم بفتح الحساب الخاص بك بعد الدخول الى سين ان. هنا ستقوم بوضع الايميل ثم هنا كلمة السر وتنقر على سين ان. طبعا موقع مميز جدا لانه موقع رائع يعني اعجبني وانا ساشتغل فيه في موقعي بدءا من الان. اذا انت كيف هنا ستفعل او ما هي الطريقة التي ستقوم باستعمالها؟ هنا ستقوم بالتوجه الى هذا الموقع كما قلت لكم وتقوم باختصار الرابط الخاص بك. طبعا انا قمت باختصار الرابط الخاص بي في الموقع او رابط مدونة الخاصة بي. اذا ستحصل انت على هذا الرابط. انت ستقوم باخذ هذا الرابط توجه الى هذا الموقع الفرنسي اوتوسيرف. اذا الموقع يمكنك من ان تجذب الزيارات الى الروابط الخاصه بك. اذا انت ستقوم هنا بانشاء حساب خاص بك بالنقر على كلمه انسكريبسيون. بعد النقر على كلمه انسكريبسيون تقوم بوضع الاسم الخاص بك، ثم هنا الايميل وهنا اعاده ادخال الايميل، ثم هنا كلمه السر واعاده ادخال كلمه السر، ثم تقوم بالنقر على الشروط ثم كلمه فاليدي. بعد انشاء الحساب ستقوم بالتوجه الى الايميل وتقوم بتفعيل الحساب الخاص بك. سيصبح حسابك مفعل 100%. ستقرا هنا الى كلمه كونكت وتقوم بفتح الحساب الخاص بك. طبعا هنا ستقوم بوضع الايميل الخاص بك ثم يعني المود باس وتقر على كلمة كونيكسيون. بعد النقر على كلمة كونيكسيون كما تشاهدون هذه واجهة الموقع. بالنسبة لك أنت في هذا الموقع ستقوم ب طريقتين للاشتغال في الموقع. الأولى هي مباشرة الموقع يقوم بعملية الزيارات وهي الطريقة الأسرع والرائعة التي جذبتني. سيقوم هو مباشرة بعملية السيرف والتصفح وتتحصل أنت على الكريدي. عن كل 10 ثواني تتحصل على الكريدي في هذا الموقع. إذا آلية اشتغال هذا الموقع تقوم بالتصفح وتحصل على 0.5 كريدي على كل 10 ثواني عند زيارتك لتلك المواقع. كما تشاهدون يقوم بفتح هو المواقع. إذا أنت هنا تتحصل على النقاط. هناك طرق أخرى تتحصل على
عليها النقاط ونالك بونيوس يعني في الموقع. بالنسبة هذه يعني الطرق الثانوية في الموقع. بالنسبة للطريقة الأولى التي شدت انتباهي هي هذه التي سهلة جدا، فقد تقوم بوضع المتصفح وإن كنت يعني خارج البيت تقوم بتركه فقط وتجمع الكريديت. بعد تجميع الكريديت أنت وناس تقوم باستعمال تلك الكريديت، ستنقر على جيستيون دو ديفيرون سيت. بعد أن نقرج على جيستيون دو ديفيرون سيت وناس تقوم أنت بوضع الاسم الخاص بالموقع أو الرابط المختصر الخاص بك، أو إن كان لديك مدونة تريد أن تجذب الزيارات ستقوم طبعا بتبادل تلك الكريدي عبر هذا الموقع. تقوم هنا بوضع الرابط المختصر الخاص بك هكذا، طبعا طريقة شرعية وجميلة جدا. تقوم بوضع مثلا هكذا مانتو لينك هكذا، ثم تقوم بالنقر على كلمة فاليدي. طبعا هنا سيقوم بعملية وضع الرابط الخاص بك أو الموقع الخاص بك. طبعا أنت هنا يجب عليك أن تتحصل على الكريدي، كما قلت لك هنالك طرق كثيرة للتحصل على الكريدي من الموقع. طبعا هنالك الألعاب وهنالك الكثير من الطرق، أنا اختزلت لكم الطريقة السهلة. كذلك هنالك رابط الإحالة وتجمع طبعا الأرباح كما تشاهدون، تتحصل على 0-2 عن كل شخص. طبعا هكذا بالنسبة للموقع الثاني الذي سنتوجه إليه، هذا الموقع الإسباني. أنت والناس تقوم بترجمة الصفحة. هذا موقع طبعا سنقوم بإنشاء حساب خاص بنا، أنا سأقوم بالخروج من الموقع وسأريكم الطريقة. عذرا نقوم بالنقر هنا، ثم هنا فيرمي لا سيسيون. بعد نقر على فيرمي لا سيسيون هنا ستقوم بالنقر على ريجستر، هنا ستقوم بإنشاء حساب خاص بك. هذا الموقع ممثل الموقع الأول، تقوم هذا عبر هذا الموقع بجذب الزيارات. طبعا هذا الموقع معظم زيارتي إسبانية، لذلك ستكون أرباحك جميلة جدا. إذا هنا تقوم بوضع اليوزر نيم الخاص بك، هنا الإيميل، ثم إعادة إدخال الإيميل في هذه الخانة، هنا كلمة السر، وتقوم بإعادة إدخال كلمة السر، ثم تختار الجنس، وهنا سيقوم بوضع البلد، وهنا تقوم بوضع كود الكابتشا، وهنا تقوم بالنقر على كلمة ريجستري. طبعا بعد النقر على كل هذه البيانات وإدخالها سيقوم بإرسال لك إيميل، تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك وتقوم بالنقر على هنا، ثم في هذه الخانة طبعا هو باللغة الإسبانية يمكنك ترجمة الصفحة كما قلت لكم. هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك هكذا، ثم تنقر على كون هكذا، طبعا هذه اللغة الإسبانية. طبعا هنا ستقوم بالنقر على انجستخي في الحساب، سيقوم بفتح الحساب الخاص بك. إذا كما تشاهدون يعطيك $1 مجانا الموقع عند عملية التسجيل. هذا الموقع يقوم بعملية تبادل الزيارات للروابط المختصرة، ومعظمها روابط مختصرة أصدقائي الكرام. إذا أنت هنا كيف ستشتغل في هذا الموقع الرائع؟ كذلك يمكنك الاستفادة. أولا سنقر على كلمة هذه الكلمة هنا بالإسبانية، كما قلت لكم ترجم الصفحة ستجدون تلك يعني اللغة بالفرنسية أو ذلك القبيل. إذا هنا سيقوم بإعطائك هنا روابط مختصرة، هناك الكثير من الروابط المختصرة، أنت فقط تنتظر يعني المدة وتتحصل على 10 نقاط عندما تقوم بزيارة كل رابط مختصر. إذا أنت هنا تنتظر هكذا تتحصل على النقاط. ستجد هذا الموقع يعني هذه المواقع المعروفة معظمها معروفة هذه المواقع في الوطن العربي. تنقر على كود الكابتشا كما تشاهدون، هنا ستقوم بوضع مجازان دو مونتور دو مجازان، هنا فاليدي، ثم فاليدي، بعد أن نقع على فاليدي ننتظر الثواني البسيطة. يعني كما تشاهدون طريقة جميلة جدا ستمكنك من التحصل على يعني نقرات شرعية وتمكنك من الربح عن طريق اختصار الروابط. طبعا معظم هنالك كثير من الأشخاص قالوا لي تطرق إلى مثل هذه الطرق، لذلك تطرقت إليها. إذا كما تشاهدون هنا بعد الانتظار تحصل على النقاط مباشرة في الحساب الخاص بك، كانت هنا 70 أصبحت 80 نقطة. إذا هذه الطريقة في هذا الموقع الثاني، هذه طريقة تقوم بوضعها يدويا عبر يعني التصفح. طبعا هنا يعني عندما تكمل واحدة سيقوم بإرفاق لك الكثير والكثير والكثير. إذا أنت استغل هذه الطريقة الأولى. هنالك طرق ثانية وأوفرز يعطيها لك الموقع فيديوهات تشاهدها، هنالك يعني كونكورس، هنالك طرق كثيرة، هنالك كذلك مشاركة عبر الفيسبوك أو اليوتيوب أو الانستغرام وتحصل على نقاط. بالنسبة لك أنت هنا يعني يجب عليك أن تقوم بعملية 250 زيارة لكي تصبح مؤهل لتبادل الزيارات مثل ما يفعله الأشخاص. بالنسبة لطريقة ثانية هي التي ستقوم بوضع الأرباح الخاص بك، طبعا سأقوم بترجمة الصفحة. هنا إن كان لديك يعني أموال في بايبال وستقوم بالنقر على أجوتي دو لارجون، بعد النقر على أجوتي دو لارجون ستقوم هنا بوضع الأرباح يعني بعض 5 دولار أو 10 دولار، وهذه الدولارات يعني صديقي الكريم ستمكنك من الربح ضعفها، لذلك استغل طريقة في هذا الموقع وهذه الاستراتيجية الرائعة عبر تبادل الزيارات. بالنسبة هنا يعني للأشخاص الذين ليس لديهم أرباح كما قلت لكم ستعتمدون على الطريقة الأولى عن طريق هذا الموقع أوتوسيرف، ثم هنا سيقوم هو بجذب لك الزيارات. بالنسبة لهذا الموقع الثانوي كيف ستبادل تلك النقاط الخاصة بك؟ تنقر على أجوتي لاباج، هنا بعد أن نقر على أجوتي لاباج ستجد يعني ليان راكورسي، هنا ليان راكورسي أو شورت نيكس هنا باللغة الفرنسية. طبعا هنا أنت يجب عليك أن تحصل على 250 زيارة أو أن تقوم أنت يدويا بالتحصل على تلك
تلك الزيارة. طبعا طريقة سهلة جدا أصدقائي الكرام، ستحصلون على أقل في يوم هذه الزيارات، وتقوم بتبادل الزيارات والربح من الإنترنت. طبعا هذه طريقة أنا كنت أستعملها ولازلت أستعملها، لأنني يعني طريقة جميلة جدا واستراتيجية بسيطة تمكنك من تحصل على نقرات شرعية تستقبل في الكثير من المواقع. بالنسبة لك أنت، أنا لا أقوم بإجبارك للدخول الاشتغال في هذا الموقع، يمكنك الاشتغال في مواقع أخرى حسب هذه البلدان فرنسا وإسبانيا، وهناك يعني بلدان أخرى أشخاص يشتغلون في هذه المواقع. إذا أنت هنا بعد الدخول ستظهر لك هنا شاشة، وهناك شاشة أخرى هنا، طبعا هي محجوزة حاليا لأننا لم نقم بوضع 250 زيارة. طبعا هنا بعد التحصل على 250 زيارة تقوم بوضع الإيميل، تقوم بوضع الرابط المختصر هناك مثل في هذه الشاشة، ثم هنا ستقوم بوضع كم ستحصل على الزيارات، ثم هنا ستقوم بوضع ديزاكتيفي يعني ليميت كليكس غير محدودة، وهنا تقوم نمبر توتال دو كليكس غير محدودة، ثم تنخر اجوتي لا باج، سيقوم بوضع الرابط المختصر الخاص بك وتتحصل على الزيارات عبر تلك النقاط التي حصلتها. كذلك هنا يمكنك الاستفادة من رابط الإحالة الخاص بك من هذا الموقع. طبعا هنا ستحصل على 0.05 دولار لكل شخص يتسجل عبرك. طبعا طريق جميل جدا أن تحصل على 0.05 صديقي الكريم من هذا الموقع، لذلك استفيدوا من هذه الطريقة، كذلك يعني ستمكنكم من ربح دولارات، كذلك يعني ناهيك عن الطريقة الأولى للربح من اختصار الروابط فقط عن طريق هذه الطرق. طبعا موقع مميز جدا هو الموقع الثاني، طبعا كما قلت لكم استفيدوا منه واستفيدوا من هذه الطريقة وشاركوه مع أصدقائكم كما قلت لكم فقط عن طريق اختصار الروابط من هذا الموقع الرائع. طبعا هذا الموقع مميز جدا أنا سأشتغل فيه حاليا، ويعني لا أعرف من صاحب هذا الموقع، لكن أعجبني الموقع لأنني أشتغل في مواقع يعني بأقل أرباح من هذا الموقع. إذن هنا هذا وكل ما في الأمر أصدقاء الكرام، أتمنى أن لا تبخلوا علينا بلايك لهذا الفيديو، وأن تشاركوا مع أصدقائكم وتشاركوا هذه الطريقة الجديدة والحصرية التي ستمكنكم من الربح 100% عن طريق تبادل الزيارات أو الترافيك.